العديد منا بيستخدم أجهزة رغوة الصابون من شركة شاومي، وممكن العديد منا بيحاول يجيب هذا الجهاز، لكن سعر رغوة الصابون المرتفع واللي بيقارب بالأردن 10 دولار بيكون عائق لاستخدام هذا الجهاز المفيد جدا والأوتوماتيكي والعالي الجودة والنظافة من شركة شاومي. اليوم راح نشوف مع بعض كيف ممكن نعيد تعبئة علبة صابون الرغوة من شركة شاومي لحتى نحاول نخفض من تكلفة إعادة استخدامها، وبالتالي يصير استخدامها جدا مثالي. المفك العادي بجانب المسننات. نبدأ بالمنطقة الأولى، منطقة ثانية، منطقة الخامسة. نكون هيك فتحنا العلبة، والعلبة صارت جاهزة لإعادة التعبئة. ما لزمنا هو فقط أفك عادي. هيك بيكون تبقى علينا فقط ملء علبة الفوم الخاصة بمنتجات شاومي بصابون الفوم من شركة أخرى، بغض النظر عن ماهية هاي الشركة. نحضر غطاء علبة شاومي الخاصة. منطقة ضغط، تكون هيك ثبتناها، وهيك نكون حصلنا على علبة جديدة من علب صابون الفوم الخاص بمنتجات شاومي. هذه العلبة سعرها من البائعين الموجودين في الأردن 6 دنانير، بينما العلبة الموجودة أمامنا وزي ما احنا ملاحظين تبقى فيها ثلثة تقريبا، سعرها السوق الأردني دينار. شكرا جزيلا للمتابعة. بإمكانكم ترك أي ملاحظة بمنطقة الكومنتس، ونتمنى متابعتكم لنا لحتى تشوفوا الفيديوهات القادمة، ومشكورين.